مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن تكون هناك أمطار متفاوتة الغزارة في مناطق مختلفة من المملكة، أيضا هناك عواصف رعدية وتساقط البرد في كثير من الأماكن، وأيضا هناك نشاط للرياح المثيرة الغبار والأثربة والتي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي توضح أماكن الهطول نلاحظ أن مساء يوم الاثنين وليلة الاثنين على الثلاثاء تكون الأمطار غزيرة في المناطق الغربية والوسطى وبعض المناطق الشمالية، لكن تكون غزيرة في منطقة مكة المكرمة والطائف وأيضا في كثير من الأماكن، لكن تركيز أو شدة الأمطار وغزارتها راح تكون في المناطق الغربية في منطقة مكة المكرمة، وتؤدي تكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. لكن ليلة الاثنين على الثلاثاء تخف الأمطار تقريبا في المناطق الغربية والشمالية الغربية، وتبقى متواجدة في منطقة الرياض وتقريبا منطقة حفر الباطن، ويتجدد هطول الأمطار إن شاء الله يوم الثلاثاء تقريبا ظهرا، تشتد الأمطار وتعود مرة أخرى لمنطقة مكة المكرمة والطائف والباحة وأبها، وأيضا إلى منطقة الرياض وبريدة ومنطقة حفر الباطن، وتصل أيضا إلى المناطق الشرقية، وأحيانا تكون غزيرة في منطقة حفر الباطن ومنطقة الرياض، وتكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، وتؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول أيضا. وبتستمر الأمطار إن شاء الله يوم الثلاثاء، ويوم الثلاثاء مساء وليلا تشتد غزارة في منطقة الرياض وبريدة، وتؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول وبعض الانجرافات، وأيضا تجري المياه في الشعاب، وبتستمر حتى صباح يوم الأربعاء، أيضا بتكون قوية وغزيرة الأمطار في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية منطقة الدمام، تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه أيضا وجريان السيول، وبتمتد لمعظم المناطق الوسطى والشرقية أيضا، تكون غزيرة أحيانا، وبتستمر هطول الأمطار تقريبا حتى يوم الخميس. أما الخرائط التي تمثل سرعة الرياح فنلاحظ أن هناك هبات من الرياح تكون نشطة، تكون مثيرة الغبار في المناطق الجنوبية والمناطق الوسطى وبعض المناطق الشمالية، خاصة في المنطقة الوسطى ومنطقة حفر الباطن، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح. ومساء الثلاثاء بتكون أيضا في المنطقة الغربية والوسطى، وبتكون أحيانا نشطة مثيرة الغبار والأتربة في كثير من الأماكن في أوقات مختلفة، وأيضا بالثلاثاء ليلا بتكون في منطقة حفر الباطن مثيرة الغبار والأتربة، ومنطقة الرياض والإحساء والمنطقة الجنوبية، ونشاط هذه الرياح تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير. فنرجو للجميع السلامة وأخذ الحيطة والحذر، ونتمنى للجميع السلامة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض: أجواء غائمة جزئيا، سقوط زخات رعدية من مطر، العظمى الصغرى المتوقعة بحدود 22 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يومي الثلاثاء والأربعاء: أجواء غائمة جزئيا، مغبرة أحيانا، سقوط زخات رعدية من المطر، أحيانا تكون غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. العظمى المتوقعة توقع يوم الثلاثاء بالرياض 28 والصغرى 20، ويوم الأربعاء العظمى المتوقعة بالرياض 27 والصغرى 20. يوم الخميس يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، وتكون الأجواء تقريبا حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا. العظمى المتوقعة بحدود 33 في الرياض والصغرى 23 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية
المتوقع في الأماكن المختلفة من المملكة. المناطق الشمالية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر، سكاكة 33-21 وعرعر العظمى 31 والصغرى 20، تبوك 31-20 درجة مئوية. أما المنطقة الغربية أجواء حارة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من المطر، تكون أحيانا غزيرة مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. المدينة المنورة العظمى 34 والصغرى 21، جدة 36-30، مكة المكرمة 38-28 والطائف 26-18 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أيضا غائمة جزئيا، سقوط زخات رعدية من المطر، الباحة 22-15، أبها 25-15 وجازان 35-30 درجة مئوية. أما المنطقة الجنوبية والشرقية من المملكة والدمام 32-23، حفر الباطن مغبرا، الأجواء مغبرة وغائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية 30-22 والإحساء 33-22 درجة مئوية مع سقوط زخات رعدية من المطر. المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض أجواء مغبرة غائمة جزئيا، سقوط زخات رعدية من المطر، العظمى المتوقعة في الرياض 28 والصغرى 20، بريدة 31-20 وحائل 29-17 درجة مئوية. هذه هي الأحوال الجوية المتوقعة، وبناء عليه هناك بعض التوصيات والتنبيهات نرجو من أخذ الحيطة والحذر والانتباه من مخاطر تشكل السيول في الأودية والشعاب، والانتباه من شدة العواصف الرعدية أحيانا في بعض المناطق، والانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة العواصف الغبارية والرملية. وأيضا نرجو من مرضى الجهاز التنفسي والعيون أخذ الحيطة والحذر بسبب زيادة تركيز الغبار في الأجواء. مشاهدينا، نتمنى للجميع السلامة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.